الآن إلى مخيم جنين، حيث قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين على الأقل أصيبوا بجروح، بينها 3 إصابات خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام قواته مخيم جنين. كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع مسلحين فلسطينيين. مشاهدينا، نحن الآن نتابع معكم هذه الصور الأولية التي نشرتها حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي. يظهر فيها جانب من اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين. هذه صور تظهر آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم جنين بالضفة الغربية قبل أن تشتبك مع مقاومين فلسطينيين. تصلنا هذه الصور التي انتشرت على مواقع فلسطينية منذ صباح اليوم، تظهر هذا الاجتياح العسكري الإسرائيلي للمخيم. يذكر مشاهدينا بأن هذا الاقتحام أتى بعد عملية بني بوراك. أيضا أصيب مواطن فلسطيني بجروح بليغة إثر تعرضه لهجوم بالحجارة من عشرات المستوطنين أثناء اجتيازه حاجز الحمراء في الأغوار مع طفلتيه. وسجل الحاجز عدة اعتداءات من قبل المستوطنين الذين أقدموا على تحطيم 5 مركبات على الأقل، كما شهدت عدة طرق رئيسة في الضفة الغربية اعتداءات مماثلة من قبل المستوطنين. كذلك احتجزت قوات الاحتلال عددا من مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى إعاقة تنقلاتهم. في وقت سابق خرج أهالي بلدة يعبد جنوبي مدينة جنين في مسيرة حاشدة تضامنا مع عائلة الشهيد ضياء حمارشة الذي نفذ عملية بني بوراك قرب تل أبيب. جاءت المسيرة شوجابة شوارع البلدة، فيما ردد المشاركون هتافات داعمة لعائلة منفذ العملية التي خضعت لتحقيق استمر لساعات من قبل المخابرات